انتوا عارفين دايما حضراتكم ان انا بجيب لكم الهدايا، وما بجيبش غير الناس الحقيقي، ان اتمنى ان كل حد من ولادنا يبقى زيهم، والناس اللي ممكن تفيدني بشكل شخصي لو انا مثلا بدور على شكل من اشكال الاستثمار. ودايما بقول لكم الاستثمار العقاري ده اهم وامن استثمار في الدنيا، وان ما فيهوش مخاطره، لان ما فيش عقار في الحياه بيخسر. في عقار ممكن المكسب منه يجي بعد شويه كتير، وفي عقار تاني ممكن المكسب منه يجي بكره الصبح، يعني اشتري النهارده بسعر بكره يبقى بسعر تاني، وبكره مش ببالغ، لا الحقيقه بكره. طب انا هعرف منين؟ بسرعه كده، كان ليا واحده صاحبتي عايزه تشتري مكتب لابنها واسم الله عليه مهندس، فبقول لها طب خلاص انا هنزل معاكي انا وانت نلف كده في شويه، هيك في التجمع نلف في التجمع كده. قالت لي ونلف ليه ونتعب نفسنا؟ ما نروح لفلان. قلت لها فلان ده مين يعني؟ قالت لي ده ربنا يحميه شركه من اهم الشركات في مصر في التشطيب والتسويق، وقريب قوي في التطوير العقاري. فقلت لها لا نروح بقى. فرحت، انا كنت متخيله من الكلام اللي سمعته انه يعني حد مثلا تعدى 50 سنه 60 من كلام صديقتي عنه. الحقيقه لقيته اسم الله عليه شاب اصغر من ولادي، والنجاح اللي محققه اقول ايه، تجربه لازم حتى لو مش هستثمر في العقارات انده كل دلوقتي ولادي يقعدوا يتفرجوا على الفقره دي، علشان حقيقي مفيش ام هتتفرج او اب هيتفرج على الفقره دي غير لما هيبقى بعد الفقره عايز استثمر، وبعد الفقره يقول يا رب ولادي وزي الشاب اللي معايا. بيشرفني رجل الاعمال الشاب الاستاذ محمد نادي العطار، رئيس مجلس اداره شركه بروكسي للتسويق العقاري والاستشارات العقاريه. ازاي حضرتك؟ مش عايزه اقول لك انا فخوره بيك قد ايه، ميرسي والله. وفرحانه بيك قد ايه، ومش هكذب عليك انا مستغربه ان رجل اعمال في سنك ما يبقاش بابا هو اللي عامل له، او ماما هي اللي عامله له الشركه او شركه بابا وهو بيكمل فيها. فاسم الله عليك لما يبقى في سنك ده وانت صاحب شركه كبيره فيها اكتر من 80 موظف وتجربتك فيها انا اندهشتلها لما حكيتي، فارجو انك تحكي للناس، عرف الناس بقى بحضرتك. اولا انا ميرسي جدا، انا من اشد معجبينك والله. ربنا يخليك يا ميرسي على المقدمه الجميله دي. ربنا يخليك، انت زي ابني والله بجد. ربنا يخليك، شرف ليا طبعا، الله شرف ليا. يخليك. انا من حوالي سنتين كنت دخلت خلاص المجال العقاري في شركه بروكسي اللي انا دلوقتي صاحبها، كنت لسه بادئ فيها فريش. لا ثانيه واحده ثانيه واحده، عشان بس الناس نوضح، يعني انت من سنتين كنت بتشتغل في شركه بروكسي والنهارده انت صاحب شركه بروكسي؟ بالظبط. طب ازاي بقى؟ احنا في الاول خالص كانوا بيبداوا، اول ما خلصت طبعا جيش وكده وابتديت للشغل عموما، سمعت طبعا عن العقارات، وانا من زمان قوي وانا نفسي اشتغل اصلا في العقارات، هوايه بالنسبه لي. فكانت شركه بروكسي اصلا بتعلن عن عايزين ناس طبعا يشتغلوا فريش، فكانت ويف جديده كده، كنا حوالي 50 شخص. طبعا اول شهر ده كان بالنسبه لي صعب جدا، طبعا انت بتشتغل عدد ساعات كتير، بتكلم اكتر من 200 عميل في اليوم، بتحفظ كل المشاريع في كل الديستنيشن، عاصمه وتجمع وساحل، فبالنسبه لي كان اول شهر هو متعب جدا. يا حبيبي ثانيه واحده برضه، يعني انت عايز تقولي ان انت ابتديت من المهنه اللي ممكن يبقوا بيتصلوا بحد فيتنرفز عليهم وانتوا قرفتوني من الاتصالات ده كده كده طبعا بدات كده، اول شهر بالنسبه لي كان كده، ده لازم. وما احبطتش؟ لا لا خالص. لا لو احبطت ما كنتش بقيت صاحب الشركه. يعني احنا كنا 50 يعني اللي استمر كنا 8، احنا اللي كملنا مثلا في الشركه وخلاص بقى، يعني كده كده الشركه ليها قوام اساسي، بس هم طبعا انت بتجيب فريش كتير، لان مش مفيش اي حد بيعرف يستحمل الضغط اللي عليك. تمام، بتحفظ مشاريع كتير، بتكلم كم عملاء كتير، فاللي بيكمل بيكون قليل قوي. بس طبعا انا كنت مبسوط قوي بالمجال لان انا حبه. بعد اول بيع بالنسبه لي بعت في اول شهر، وده بيكون صعب شويه. ما شاء الله. تمام، وبعدين بقى بالنسبه لي الموضوع بقى موهبه، انا بحب جدا، هوايه بالنسبه لي اللي انا اجيب من اول ما العميل يكلمني، هو بقى خلاص بطلت انا اتصل، هم بيتصلوا بيا، ان هو يكلمني وانا اجيب له كل اللي هو عايزه. طب اشرح لي برضو، خلينا بقى ندخل طبعا، يعني انا عايزه بس حاجه كده اقولها للناس، ارجوكم الشباب اللي بيتصلوا بيكم بتاع التسويق اعتبروا ابنك هو بيعمل شغله، هو اكيد ممكن يكون مثلا ايه الشركات كتير ففي ناس كتير بيتصلوا فانت بتنزعج او بتتعطل، بس ارجوك ما تشخطش فيه.
علشان فعلا هم حبايبي شباب مجتهد عايز يشتغل، ومعانا نموذج اهو من الشباب دي كان بيشتغل في الشركة دي ودلوقتي هو صاحبها. فقولي بقى الشركة بتاعتك دي، انا هو عميل او انا انسان عايز اشتري، اتصل بيك اقولك ايه؟ بص حضرتك، هو دلوقتي يعني بمناسبة اللي هو ان انا اتصل بالناس، الشركات عموما لان الناس بتسيء فهم الموضوع ده. انت دلوقتي بتعمل كامبينز، انت عشان تعملي كامبينز كويسة واعلانات بتتخطي ال 150 الف في الشهر، فطبعا انت عشان تجيب حد فريش تديله ليد مكلفك مثلا 1000 جنيه، فطبعا هيبوظه لك. فبالتالي انت بتكلم الناس اللي هي كانت سايبه ريكوستات قديمه، فدي اللي حضرتك بتتكلمي عنها هي الكولد كول. يبقى حضرتك مثلا سالتي من زمان على شقه وخلاص توفقتي مثلا، فاحنا الناس الفريش بقى بيكلموا حضرتك تاني، بيعرضوا عليك مشروع معين وهكذا. لكن انا حاليا في شركتي ما عنديش كل الكلام ده، انا بجيب الناس بعلمها صح بيرفكت 100%، وبعدين بشغلهم على الكامبينز عشان اديهم هو 100%. لان انا لو اخلي كل واحد عندي يشتغل يعمل 200 مكالمه، الناس هم اصلا مش سايبين ريكوست، هو اوريدي انا ما قفلت شاء من الله الموضوع. معانا اهو، ده فريق العمل وانت بتشرح لهم، اه فيهم بنات وفيهم ولاد اه وكلهم من جيلك يا حبيبي، اه ويمكن يكون في ناس اكبر منك كمان. اه طبعا في اكبر طبعا. ف ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طب انت دارس ايه؟ انا خريج تجاره القاهره. الله، انت دفعه يعني، انت زملاء قصدي انا وانت، انا كمان خريج التجاره بس محاسبه، انت اكيد شرف. اداره اعمال لا انا كنت محاسبه برضو. برضو. ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا حبيبي. يعني فكرة ان انت يبقى التيم ده كله بتاعك وانت وقت بتديهم خبرتك وانت في سن صغير ده، فانا دي حاجة تدعو للفخر بجد. طيب هم اصلا من كام شهر كنا زمايل، فهم اخواتي يعني. يا حبيبي، يعني وكمان يعني انك تقول ده، انك تقول ان انا دول كانوا زمايلي ودلوقتي هم بقى اخواتي، فده كمان يعني دليل على قدرتك على الإدارة. هم كده كده اصلا احنا كلنا بنكمل بعض. اوكي، انا من غيرهم ولا حاجة، وهم برضو من غيري كذلك، فاحنا كلنا بنكمل بعض. ما شاء الله عليكم. طيب صاحبتي دي اللي كانت لما انا جيت لحضرتك، واولا نورتينا طبعا، بشكرك ان انا لما يعني جيت قلت لك لا تطلع معانا في البرنامج بقى، ده شرف فانت ليا. ما يعني ما رفضتش. بقول لحضرتك من اشد معجبينك والله. ربنا يخليك يا حبيبي. طيب انا هو بقول انا كنت جايه مع صديقه ليا عايزه تشتري مكتب لابنها، فالحقيقه طريقه العرض اللي انت عرضتها علينا كانت رائعه، ممكن تشرحها للناس علشان يبقوا كأنهم كانوا معانا. يعني انا جيت لك اهو دلوقتي، مساء الخير، من فضل حضرتك انا عايزه مكتب لابني، ايه الاسئله اللي انت هتسالها لي وايه الاوفرات اللي ممكن تساعدني فيها حتى لو انا في دماغي حاجه تانية؟ بص حضرتك، انا لما حد بيجي لي او هي عميل عموما، سواء بينفست فيها او هو عايزها لغرض ما، طب ثانيه واحده، يعني انفست يعني عايز يستثمر، يستثمر يعني يشتريها وبعد ويأجرها شويه يبيعها، بعد شويه يأجرها، ده الاستثمار. تمام، بالظبط، او او اللي هو خلاص هو بيزنس ليه، هو مثلا هيبقى شركه لنفسه وهكذا، يبقى هو خد المقر للشغل بتاعه. طيب انا دلوقتي جايه لك بخيال في دماغي بميزانيه معينه، هل انت ممكن تعدل خيالي او ميزانيتي بشكل يناسبني اكتر؟ اه طبعا. بص، هو الاول خالص احنا مثلا بنتكلم مثلا لو عن التجمع مثلا، حضرتك عايزه تاخدي يعني تعيشي في كومباوند معين، انا بعرض عليكي كل الكومباوند اللي موجوده من حيث لوكيشن بتاعها، الديزاين، الفاسيلتيز اللي جوه هتكون ايه، البرايس بتاعها ايه، البيمنت بتاعتها اللي تكون مناسبه معاكي، يعني وبنختار انت احسن حاجه. بتوفر عليا لف كتير طبعا، شهر، انا بالظبط عشان اشتري حاجه فبلف شهر عشان ادخل كل الكومباوندز او اشوف او اسال، او وممكن حد يديني معلومه غلط، لكن لما اجي لشركه بروكسي فانا باخد كل الداتا والمعلومات وانت بتجيب لي الحد عندي اللي انا عايزاه، ويمكن انت تعرض عليا حاجات افضل من اللي كانت في دماغي، بتقول لي كمان مميزات الاماكن وبتقول لي كمان عيوب الاماكن، فده طبعا شيء عظيم. طيب السؤال بقى هيبقى اهم، طب انت ممكن تاخد مني كتير ولا ايه؟ بص حضرتك، عشان دي مهمه قوي 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 بالنسبه لاي حد بيتفرج. بص هو بس هي الناس بتبقى مفكره مثلا ان شركات التسويق هي بتاخد عموله من الشخص. بص هقول لحضرتك على حاجه، انت هتاخدي شقه مثلا من شركه اكس معينه، تمام؟ انت بتروحي لما تروحي للشركه دي دايركت من غير اي مستشار عقاري ليكي، هو يعني السيلز هو مجبر اللي هو يعني يبيع لك مشروع هو بس، تمام؟ اللي يناسب حضرتك بقى هو ما بيكونش مش مهم يناسبك ولا ما يناسبكيش، بالظبط المهم بالك. ابيع لك اللي هو الحاجه المظبوطه. لكن لما انت يكون معاك مستشار عقاري هو اللي بيوجهك، انا بقول لك كل المشاريع،
تمام، بكل الفاسيلتيز بتاعتها، بكل البيمنت، بنختار افضل حاجه. تمام، وبتفضل معايا من اول نقطه من اول لحد ما استلم عقد او خلاص يبقى الوحده دي بتاعتي. انا عايز اقول لحد ما تسكني كمان، وبعد البيع كمان لو في اي مشكله. ده كمان في حاجه تانية انا ما اتكلمتش فيها، حضرتك مش بس تسويق، ده انت كمان بتعمل تشطيبات داخليه. بالظبط. فانا كمان اللي عايز اقول لحضرتك اللي هو كده كده السعر البرايس واحد، سواء حضرتك هتشتري من مسوق عقاري او المطور، هو السعر واحد. لا ثانيه واحده، فسر لنا الحته دي عشان دي تهم الفلوس، دي تهم الناس قوي. يعني ازاي؟ لا يعني احنا ما بناخدش عمولات، يعني ازاي احنا ما يعني؟ بناخدش يعني يعني انا جاي لك اهو هشتري شقه بمليون جنيه، لو هتاخديها طبعا من الشركه من الشركه المطوره. بمليون، لو جيت لك انا هزود على المليون ده. لا ولا جنيه طبعا، احنا ما بناخدش عمولات، احنا بناخد عمولات بس من الشركه. يعني حضرتك هتاخدي من يا شركه، سعد يا هنايه ثانيه واحده يا جماعه، يعني شركة بروكسي اللي ارقام تليفوناتها هتبقى موجودة حالا دلوقتي، احنا حط اهي عمالين يعني صوروها، لما انت بتروح لشركة بروكسي تقول له انا عايز اشتري شقة في كذا، هو مش هياخد منك عمولة، هو بياخد من اللي بيبيع له، فانت كده كده هتروح هتاخد بنفس السعر، بس الافضل عنده انك بدل ما تشوف كومباوند واحد بتشوف 40 50 كومباوند بمواصفات مختلفة ومتنوعة، فانا مش هدفع فلوس. طب ده حاجة طبعا، ما ده طبيعي، احنا كده كده مش بناخد فلوس، يعني ده اللي انا بتكلم فيه. بس هو ممكن يكون بعض الناس ما يعرفش، هو بس كلنا، انا هو واحده من الناس. حضرتك انا فاكره يعني ان حضرتك مثلا لو اشتريت حاجه بمليون فتاخد منها 2.5%، فيبقى مش طب انا هزود ليه، ما اروح انا اتعب شويه وبتاع. دي فانا ريسيلات. في ناس والله انا بفتكر كده، في ناس بتشتغل ريسيل، انا ما بشتغلش ريسيل، انا بشتغل مع الشركات دايركت، السعر هو كده كده واحد. بالعكس ده انا بساعدك اكتر بكتير قوي من الشركه، لان انا بقف معاك من اول يوم لحد ما تعيش، ولو احتجت حاجه بعدين كده كده بفضل معاك برضو. طب والميزه كمان عندك ان انا ممكن يعني كل واحد حر او لا، لو اللي انا خدته ده مش متشطب انت تشطبهولي طبعا هو وباسعار ايه بقى لا ده اسعار. بص حضرتك هقول لك على حاجه، بالنسبه للسوق. انا جات لي فكره الشركه التشطيب دي عموما، لان انا دايما لما بسلم حد شقته معظم الكومباوند دلوقتي ما بيسلموش فوليشنست. ليه؟ لان طبعا ما العملاء بيكون بيسلموش تشطيب كامل، بالظبط. بيسلموا نص تشطيب. بالظبط. فانت بالتالي عشان طبعا اذواق العملاء بتكون مختلفه، فطبعا الشركات بتوفر عليها كل ده وبتستلم نص تشطيب. فبالنسبه لي بقى العميل بيجي لي مثلا لو هو من بره مصر او حاجه، يقول لي طب انا ما اعرفش حد هنا في التجمع، ممكن تساعدني؟ وحياتك لو يعرف. انا جربت مره شطب لنفسي، اوكي. لا الموضوع يعني هيكون لو صعب. هدفع في بند مثلا 100 جنيه مثلا دهان الحيطه والحاجات البوهيه اللي اسمها ايه الدهان ده اسمه النقاشة؟ ايه، نقاشه، بالظبط. هدفع انا مثلا 100 جنيه نقاشه، فانا دفعت 400. ليه؟ لان كل حد يجي بمجموعته يعمل لي شغل زي الزفت ويمشي ويسيبني، فاضطر اجيب حد تاني وابتدي من الاول، فلقيت ان انا كلفت. لو جبت شركة تشطيب كنت انا دماغي استريحت، وهو ملزم قدامي يسلمني بمواصفات معينه، ماليش دعوه انا بقى بعمال، وبسلمني في تاريخ معين معين. انا لو انت كواحد بتشطب الناس ممكن تقول لك ايه، لا لا هعمل لك النقشه دي في اسبوعين، يقعد 3 اشهر ويختفي وياخد منك فلوس ويختفي، ويعني لا 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 هدج صعب. فانا عشان الموضوع ده، لان حتى شركات التشطيب مش كلها برضو بتكون هونست 100%. فلما العميل كان يجي لي جات هي الفكره بقى من كده، كنت بجيب ناس صحابي وهكذا يشطبوا، تمام، بس ممكن نلاقي البرايس يكون اغلى شويه والحاجات دي. فجات لي هي الفكره من كده، ابتديت اجيب مهندسين عندي. تمام. لسه افتتاح المكتب بتاعي ان شاء الله بتاع التشطيب، هيكون يوم 1/1 باذن الله في واحد كومبو. واحد ما شاء الله بالظبط. بعد شهر، بس يعني انا اللي عنده شقه يتصل بالارقام هو يحجز، يعني من دلوقتي يقول انا عايز اشطب، فمن اول يوم في السنه. طب في عقد انا اوريدي اصلا بتشطب؟ انا اوريدي بشطب بقالي كتير، بس اوكي انا كنت بعملها للكلاينت بتوعي، لان هو بيجي لي بيبقى عايز مثلا سعر معين وهكذا. فانا بعمل ايه؟ بعمل له اوتوكاد فول فري، بجيب له انا دلوقتي طبعا عندي مهندسين بشغلهم عندي. تمام. بعمل لهم اوتوكاد، ده لو حضرتك هتعمليه عند اي شركه ديكور بفلوس قد كده؟ من 8 ل 15. ايوه تمام. ده بعمله فول فري، بنظبط الديزاين اللي احنا عايزينه وبناء عليه بنبتدي نشتغل. انا ما بعملش باقات، انا بقول له انت ممكن تنزل تختار خاماتك مع المهندسين عندي بفلوسك عشان تكون مطمن. طبعا اي حد بيشطب عندي بيكون هو عميلي، فبيكون مطمن 100%. طبعا. انا كان هجي لك، مع ان انا ابني مهندس يعني، بس لا الحقيقه لا انا هستغلك يعني حبيبي. وبعدين انا باخد منهم نسبه اشراف 10%، دي اقل نسبه اشراف في مصر. 10%؟ يعني لا قليل قوي. انا لا بعملها اشمعنى، للعملاء، احنا نضحك علينا جامد يا جدعان، انا حته بعملها تضيع. للعملاء بتوعي فعلا، يعني هو بس المصاريف طب ده بتاعهم. على اهو وعد اهو ان 10% بس. طبعا. طيب مشروعاتك اللي جايه ايه؟ انا عرفت ان انت في تطوير عقاري. انا اصلا انا دلوقتي اصلا الشركه بتاعتي عموما معايا طبعا اخويا وحبيبي مدير مبيعات طبعا ريمون صبري،
وطبعا الدكتور محمد همام ده عنده معارض اساس همام وشركات همام. تمام. دلوقتي بقى بعمل فرانشايز والفريق تاني معانا اهو في الصوره. تمام بالظبط. بس بسرعه عشان فاضل ال 10 ثواني. وبعمل الفرانشايز بتاعنا التاني انا وصديقي احمد تهامي، وان شاء الله في حاجات طبعا هبتدي بقى في التطوير لا هتجي لنا تاني بقى. ان شاء الله هتجي لنا تاني. احنا فخورين بيك ومتشرفه بيك جدا لا جدا. ده شرف ليا بجد. وشركه تاني، شركه بروكسي يا جماعه، ما بتاخدش فلوس عموله، بتاخد 10% بس في التشطيب، فيعني ده ما شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، انا اتشرفت بيكي جدا والله. الله يخليك يا حبيبي. للاسف الفقره خلصت، استنوني، والحلقه كمان خلصت. ايه ده، الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.